كيفاش نديرو تشخيص تاع مرضية فابري؟ مرضية فابري عندها بزاف أعراض. certains d'entre eux يبداو في مرحلة الطفولة. الطفل الصغير يشكي بزاف المواليه على واش على سوا يحرقوا يديه، سوا يحس كل الكتريسيتي تضرب في يديه، سوا ما يحملش السخانة وما يقدرش ميم با يدير سبور باسكو ما يعرقش، دونك السخانة تاع الجسم تاعو تبقى فيه. ولا تاني كاين دي مالاد يديروا دي زاري كرونيك اسهال مزمن، اي تو سا سي اعراض تاع لا مالادي دو فابري عند الطفل الصغير. كي كبر المريض الاعراض اللي كان عنده كي كان صغير يقدروا يفون ديسباريتر كومبليتوم، ومن بعد يخرجوا اعراض واحد اخرين. وشنو هاد الخطره راح يشوفهم وشنو هما؟ شغل دي طاش حموره يجوا في الجهه التحتانيه تاع الكرش تاع الظهر او نيفو دي فاس وثاني او نيفو دي كويس. والمريض لو بلو سوفون يحشم باش يروح يشوف طبيب الوغ كو سي ان سيغن. كي نشوفو هادوك لي طاش نعرفو بلي هذاك الملاد سيغتانمون عنده لا مالادي دو فابري. اون بلوس من الاعراض هادو ما كامل، واش راح يخلينا نخمو في لا مالادي دو فابري؟ هو العامل الوراثي. سافي دير يكون المريض عنده ديجا في لا فامي تاعو سوا واحد يتبع ديجا على المرض هذا، سوا عنده ديجا دي كومبليكاسيون تاع المرض. وشنو هما؟ هما سورتو لانسوفيسونس كاردياك، ولا الفشل في الكلى، ولا ان جون يتوفى فجاه. كي يكون هناك شك في لا مالادي دو فابري المريض وين لازم يروح؟ المراكز الاستشفائيه الجامعيه، سوا السيرفيس دو بيدياتري تاع الدراري الصغار، ولا تاع الطب الداخلي. الطبيب واش يدير؟ ان فات يدير اون اناليز وين يشوف نسبه هذيك لونزيم اسكو ناقصه ولا لا، ويدير ثاني اون اناليز جينيتيك باش يشوف اسكو كاينه الطفره الوراثيه هذيك ولا لا. دوزيام ايتاب واش يدير؟ يحوس على اعراض واحد اخرين كاينين في عند المريض، المضاعفات اللي ما يبانوش. المرحله الثالثه هي مرحله التشخيص العائلي. الطبيب يروح يحوس في لا فامي تاع المريض اسكو كاين مرضى واحد اخرين، باسكو كل ما نلقاو مريض عنده لا مالادي دو فابري نلقاو مينيموم 5 6 في لا فامي تاعو عندهم نفس